حتى أني أشارك بمسابقة طوكيو 2020 في اليابان، حتى جبنا الأولى على مستوى العالم كله في غزة، وأرفع الرأس بيت لاهية كله، وأن أكون أول منقذة بحرية في بحر غزة. نجي على المسبح نتدرب ومسخن، وبعديها نسبح السباحة تخصصنا. وأنا نفسي أكون سباحة منقذة، وإن شاء الله أشارك في طوكيو 2020. المتميز في هذا الفريق هو أن معظم الملتحقين فيه من البنات هم أصلاً من ضحايا الحرب، ممن فقدوا أحد أفراد عائلتهم، سواء أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم، بنسبة تصل إلى 70% من أفراد الفريق. بدلاً أن يكونوا ضحايا هم الآن أبطال، وفعلاً حققوا معظم المراكز الأولى في أعمارهم على مستوى قطاع غزة.